السلام عليكم حبيباتي، اليوم مع وصفة مطبخ بالي لاهزاد. أشارك معكم وصفة اسفنج بالمكسر، ساهم للتحضير وجديه للدخول المدرسة. ابقوا معي حتى آخر الفيديو تشوفوا كيفاش حضرت الوصفة. غير تدخلوا حبيباتي للقناة، ما تنساوش تخليوا لي لايك والكومنتار والبرتاج. حبيباتي اليوم جبت لكم اسفنج، يعني سهل للتحضير بدون دلك ولا تعب. يعني هاد السفنج نحضروه للدخول المدرسي قريب ان شاء الله، ربي ينجحهم ويفرحهم ويقويهم في قرايتهم. بسم الله. واش عندنا في المقادير؟ بسم الله. وطريقة التحضير عندي هنايا كيلة تاع سميد رقيق من هاد النوع، ماما رقيق كيلة، وعندي مغرفة ونص تاع الخميرة تاع الخبز، عندي مغرفة تاع قهوة حليب سكر، عندي تاني هنايا كيلة ونص تاع فارينة ومغرفة تاع قهوة حليب تاع الملح، وهنايا عندي كيلة ونص تاع الماء نورمال ماشي سخون، يعني ماهوش دافية، على حسب حرارة المطبخ. بسم الله نبداو. على بركة الله هايليك، وفي صندوق الوصف تلقاو الوسمو يشحن الجراماج. هنا درنا كيلة تاع سميد رقيق نوعية تاع ماما رقيق، وهنا مغرفة ونص تاع العشاء تاع الخميرة تاع الخبز، مغرفة قهوة حليب تاع السكر. عاودتها لكم. وهنايا سمحولي حندير كيلة ونص تاع الماء ماشي سخون ماشي دافي، على حسب حرارة المطبخ. بسم الله. هاي لي كيلة وحدة معمرة مليح، ما تفقتليش. هاي لي وحدة نزيد النص، هاي لي زيد شوية، هاي لي تكون متكرة مدية هكدا. ونخلي لكم في صندوق الوصف يعني واش اللي درت الكراماج. دوكا نوري لكم واش صندوق الوصف، كاين بزاف اللي ما يفهموش. نوري لكم القناة تاعي باش نفهم الحبيبات قلبي يعني واش هي صندوق الوصف. هاي لك القناة تاعي ليلى ديزاد، نشارك معكم وصفة طاجين زيتون. نحبسو هنايا، انتوما كيفاش تكليكيو صندوق الوصف هنا تحت الشاشة، الشاشة سمحوا لي تاع المعينة، تكليكيو هنا يخرج لكم صندوق الوصف. هاولي يعطي لكم كاع بالجراماج. هاي لك كيفاش لا روزات، كاين بزاف اللي ما يعرفوش صندوق الوصف، سي بور سا اوريتها لكم. هنا نخلط قبل بالمغرفة هكذا تاع الحبوب باش كي ندير هذاك لو بغا بلونجون ما يتكسرليش. ها هكذا خير. ونزيد دوكا ندير بالبغا نميكسيه كي اللي عجناه، قلت على بها قلت لكم بلاد ليك ساهل. هنا شوفوا مدة 5 دقائق وانا نميكسيه بهذاك لو بغا تاع لا سوب، يعني البغا بلونجون. شوفوا كيفاش دار لي رغاوي، يخرج لكم ليس هكذا راكو تشوفوا ملس املس. هنا ندير قيس قهوه مغرفه، نتوما ديروا هكاك نص مغرفه تاع العشاء، انا حندير مغرفه تاع قهوه حليب ماشي معمره بزاف باسكو حنا ما نكثروش الملح. كاين اللي يدخلوا جدد ما يعرفونيش، دوكا ان شاء الله يعرفوني. شجعوني برك حبيبه قلبي بلي جام والبرطاج، وخليوا لي تعليق صغير هكا باش هكا كانت اللي تحفزوني، ونزيد ندير لكم بزاف الوصفات ان شاء الله. بسم الله. دوك ندير كيله تاع الفرينه، انا نوري لكم كلش، نتوما ثاني شجعوني شوفوا واش هذه. وريت لكم الفرينه اللي درتها بلا ماكسيم، مانيش ندير بيبليسيتي باش تشوفوا كيفاش راني نخدم، نعطيكم المقادير بالضبط. نخلط هكا بالمغرفه تاع الحطب يعني باش ما نعمروش يدينا بالعجين ديريكت. هاي ليك. نزيد نص كيلة ونشوف اسكو تديها لي ولا لا. دوك نكمل بيديا. هاي ليك
دوك نشوف القوام على حسب الخفاف تاعنا كنلحقوه كنديروا له الماء شحال حبيناه. يعني اني نوري لكم بالتدقيق بالكراماج ماشي غير بالبول، هكا في كل فرينه كيفاش النوعيه، كان اللي تشرب الماء كان اللي لا. لازم لاباط تكون تلاصق شويه. هذا كيف هيجي القوام تاعها، شوفوها تتلاصق هكذا هنا. دوك ندير شويه الزيت في يدي، درت شويه الزيت باش ما يتلاصقليش في هذا الوعاء باش كيخمر لي ما يتلاصقش. هنا شحال دالي يعني في الفرينه، كيله ونص، شويه تحت النص، يعني كل شيء ملي بدينا حتى لدركا دالي 465 غرام. شوفوا كيفاش تجيكم كي ديروا لها هكذا، هايلك شنو دوك تقطع باسكو مازال ما ارتاحتش. نخليها تخمر، بعد ما تخمر نولي لعندكم ونغطيها. هنا بعد ما خمر الخمره الاولانيه شد لي 20 دقيقه. دوكا تاني نعاود نديكازي، يعني نحيلو الخمور هكذا، ديكازي مليح هكذا باش يولي لي يعني لاباط تاعو تجيني ملساء ليس. راكو تشوفو راني خلط غير فيها، شوف كيفاش راهي تولي هاديك هكذا. نعاود تاني نخليه يخمر لا دوزيام فوا. هنا بعد 20 دقيقة شوفوا خمر ما شاء الله. هنا عندي كازي لاباط تاعي، يعني خليناها خمرت جوج خطرات. وهنا دهنت السليوه تاعي وندير شويه زيت في يديا باش نلوزهم كيما حنديرو يعني المسمن تاعنا. هاي هكذا هاي اللي كيحب يعني تجيكم هايلين برك متوسطات. نقرصهم كاع هكذا غير نكملوهم، نجوزو المقله تاعنا بلا ما نخليوهم يخمروا. انا حبيبات قلبي درت هنا الزيت ما كثرش بزاف، شوفوا المقله تاعي درتها يا راهي راهي في المتوسط، وهذه شعلت لها افر. دوكا نجيب يعني ما خليتوش يخمر، غير نكمل نحطو الزيت تاعنا يسخن، هو تاني شغل كي اللي راح يزيد يخمر شويه. هكا نديرو ثقبه في الوسط ونجبد على لي كوتي، شوفوا كيفاش راني نحل هنايا. هايلك هكذا نحل شويه، ما ديروش رقيق بزاف وما ديروش خشين. هايلك دوك نحط وما نحركهاش، يعني ما نزيدلهاش زيت من الفوق هكذا. نظن ندير هكا ولا شتها معوجه ولا نسيت كيفاش نسقمها. شوفوا اللون تاعها يعني فاتح ومن طول راهي شاده روحها. شوفوا دوك نرفدها ديريكت بهاد المقله هايدا، ونبدا دوكا ندير لها الزيت من الفوق هايدا. نرفدو بالمغرفة ونحطو من الفوق ونقلبها هايلك هايلك. هايلك دوكا نحيدها، كي تشوفو سخنت بزاف هاد الزيت المقلة اللي فيها بزاف الزيت نقصولها شوية ديروها في المتوسطة، كي تشوفوها بردت شوية زيدولها. هادي هي نزيدلكم حبة هايليك. نبدا نفتح نشوفها تعوجت، نسيي نديرها هكا وما نديرلهاش زيت من الفوق
نخليها تشد روحها، نعاود نرجعها في هذه المقلاة. استعينوا بهذه هكا باش تعاونكم ترفد لكم. شوفوها غير شدت روحها، نرجعها لهنا. سهله ماشي حاجه واعره. ونقلبها هاي ليك، شوفوها دوك نكملهم كاع هكا ونتلاقاو في طاولة التقديم. هاوليك حبيباتي السفنج تاعنا ساهل للتحضير، يعني راح نديروه غير بالميكسور بلا درك، يعني وجديه ينفعنا للدخول المدرسي. ان شاء الله الفال مليح على ولادكم كاع، على ولادنا كاع جميعا، يعني ساهل وان شاء الله ربي ينجحهم. شوفوا كيفاه جاني، الله الله ساهل، ما المبتدئات يقدروا يديروه، يعني بلا ما تدلكوه، بلا ما ساهل كي تقبوه هكا في الوسط، يعني غير دوروا حاجه ساهله. هاي لي دوك نفتح لكم الحبه باش تشوفوا الداخل كيفاه جاني، يعني مفخفخ. شوفوا كيفاش هاوليك ما شاء الله، نقسم لكم هكا باش تزيدوا تشوفوا مليح مليح. هاي ليك شوفوا، الله يبارك من يديكم يا الفحلات. شجعوني برك حبيبات قلبي، يا اعز الحبيبات شجعوني بلايكات في القناه تاعي مطبخ دليله ديزات في اليوتيوب، هكذا باش نزيد نمد لكم الوصفات. ياك ساهل ديروا غير بوس بلو عبزوا عليه، يعني باش اليوتيوب يزيد يقدمه لي. نخليكم في فيديو واحد اخر ان شاء الله. سلام.